حان الوقت ليصعد يسوع إلى السماء. أخذ تلاميذه إلى أعلى الجبل بالقرب من أورشليم وقال لهم: هذا ما أريدكم أن تفعلوه. انتظروا في أورشليم إلى أن يأتيكم الروح القدس الذي وعدتكم به. بعدها أخبروا كل الناس عني. اذهبوا إلى أورشليم، إلى اليهودية والسامرة، ومن ثم إلى كل أنحاء العالم. تلمذوا كثيرين وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم كل ما تعلمتموه مني، وأنا سأكون معكم دائما. وعندما قال هذا ارتفع يسوع نحو السماء وظل يرتفع حتى اختفى عنهم في السحاب. كان تلاميذه ينظرون إليه، وقفوا هناك ينظرون طويلا إلى السماء. ظهر لهم رجلان يرتديان ثيابا بيضاء وقالا لهم: يسوع قد صعد إلى السماء وسيأتي ثانية بالطريقة نفسها. فأطاع التلاميذ يسوع وذهبوا إلى أورشليم. عطية الله الرائعة. جاء يهود من كل أنحاء العالم إلى أورشليم للاحتفال بيوم الخمسين، وكان أتباع يسوع هناك أيضا. اجتمعوا معا منتظرين العطية التي وعدهم بها يسوع.
في وسط هذه الاحتفالات وصلت عطية الله. بدأ الأمر بصوت مثل صوت رياح عاصفة ملأ البيت حيث كانوا منتظرين. بعد ذلك ظهر ما يشبه النار واستقر على كل واحد منهم. لقد ملأ الروح القدس كل الذين في الغرفة وأعطاهم القدرة أن يتكلموا بلغات مختلفة. سمعهم يهود من كل أنحاء العالم وهم يتكلمون، فتعجبوا جدا وقالوا: هؤلاء يتكلمون لغاتنا ويعلنون الأمور الرائعة التي عملها الله. قال لهم بطرس: هذه هي عطية الله، لقد وعد بها منذ وقت طويل، أتت إلينا من خلال يسوع المسيح. أنتم صلبتموه، لكن الله أقامه من الأموات. وصاروا يسألون بحزن: ماذا يجب أن نفعل؟ أجابهم بطرس: ابتعدوا عن الشر وآمنوا بيسوع المسيح، وهو سيغفر لكم خطاياكم ويعطيكم روحه القدوس. بذلك اليوم 3000 شخص اعتمدوا. كان هؤلاء الدفعة الأولى من الكثيرين الذين آمنوا بيسوع كمخلص لهم. من عدو إلى لا فضة. ذهب بطرس ويوحنا إلى الهيكل، وكان هناك رجل عند باب الهيكل الذي يطلق عليه الباب الجميل. لم يكن قادرا هذا الرجل على المشي منذ ولادته، كان يتوسل للناس أن يعطوه بعض المال. سأل الرجل بطرس ويوحنا: هل يمكنكما أن تعطياني بعض المال؟ نظر التلميذان إلى الرجل، لم يكن لديهما مالا،
قال له بطرس: انظر إلينا. فانتظر الرجل أن يعطياه مالا. قال له بطرس: ليس عندي فضة ولا ذهب، ولكن عندي ما هو أعظم ويسعدني أن أعطيك إياه. قال بطرس: باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. أمسك بطرس بيد الرجل فتقوت رجلاه، ثم نهض الرجل ومشى. دخل الرجل إلى الهيكل برفقة بطرس ويوحنا، وبعد قليل لم يكن يمشي فقط، بل كان يمشي ويقفز ويسبح الله أيضا. وكان الناس قد رأوه عند الباب ويعرفون أنه أعرج منذ ولادته، وها هو الآن يمشي ويقفز ويشكر الله، فاندهش الجميع. أخبر بطرس الناس عن الذي بواسطته وقوته شفي هذا الرجل. أخبرهم عن يسوع، وعندما انتهى من كلامه قرر العديد منهم أن يتبعوا يسوع أيضا. من عدو إلى صديق. من عدو إلى صديق. كان شاول رجلا متدينا وفريسيا، كان يظن أن كل من يؤمن بيسوع يخدع الناس ويجب أن يوضع في السجن، بل يجب أيضا أن يحكم عليه بالموت. وبينما كان شاول ذاهبا في طريقه إلى دمشق ليلقي القبض على أتباع يسوع، فجأة ظهر نور ساطع وأحاط به، فسقط شاول أرضا وسمع صوتا يقول: شاول، لماذا تعاملني بقسوة وعنف؟ سأله شاول: من أنت يا سيد؟ أجابه الصوت: أنا يسوع الذي تريد أن تلحق به الأذى، اذهب إلى دمشق وهناك سيقال لك ماذا يجب أن تفعل. نهض شاول عن الأرض، ولكنه فقد القدرة على الرؤية، فأخذه أصدقاؤه إلى بيت في دمشق. انتظر شاول هناك لمدة 3 أيام ولم يأكل أو يشرب شيئا خلال هذه الفترة. Thank you.
في هذه الأثناء ظهر يسوع في حلم لحنانيا أحد أتباع يسوع في دمشق. أمره يسوع أن يذهب ليزور شاول ويصلي من أجله ليستعيد القدرة على الرؤية من جديد. أجاب حنانيا وهو يرتجف: لكن شاول يريد أن يقبض على أتباعك. أجابه يسوع: أنا أعلم، ولكنني أريد أن أجعل شاول يخبر الناس عني في العالم كله. ذهب حنانيا ليصلي من أجل شاول. قال له: يسوع أرسلني حتى يعود إليك بصرك وتمتلئ من الروح القدس. وبالفعل عاد لشاول نظره، وبعد ذلك تعمد. أجرى
غير يسوع تغييراً كبيراً في قلب شاول، فبعد أن كان رجلاً يسبب الأذى لأتباعه أصبح واحداً من قادة الكنيسة، وراح يخبر الجميع عن يسوع، وبدل اسمه أيضاً لبولس.